ويعني كلما اقترب 25 يناير بنسمع أخبار أكثر عن استعدادات كبيرة لوزارة الداخلية من أجل تأمين الشوارع وتأمين المواطنين في مصر. معنا على تليفون سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام. أهلا بحضرتك معنا، وبداية يعني هناك حسم وحزم تجاه أي مظاهرة تخرج دون تصريح. أهلا وسهلا بك يا أستاذة إنجي. أهلا بحضرتك. هو طبعا يعني الشرطة معنية بالتأمين ومعنية ومسؤوليتها اللي هي توفير الأمن للمواطنين. الشرطة هي سلطة إنفاذ القانون، الشرطة بتنفذ القوانين حال صدورها. طبعا احنا عندنا يعني قوانين بتنظم يعني الخروج، بتنظم التظاهر، انما احنا مقبلين على احتفالات، مقبلين على مناسبات، فاحنا نتكلم عن الاحتفالات ونتكلم عن المناسبات. وزارة الداخلية في كل المناسبات اللي هي بتقام وكل الفعاليات في الأعياد وفي المناسبات القومية بتبقى عندها خدماتها وبتبقى عاملة خططها الأمنية لتأمين المواطنين وتأمين الشارع علشان الناس تحتفل بهذه المناسبات في جو يسود الأمن والأمان. فهذا هو الأمر اللي احنا بنبقى معنيين به، وده اللي احنا بنوفره في كل المناسبات زي ما أشرت، سواء كانت مناسبات دينية أو مناسبات قومية. إن شاء الله بإذن الله الناس كلها تحتفل بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة. إن شاء الله بإذن الله يعني الأمن والأمان يسود مصر، وده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا بنستهدفه، وده اللي بيستهدفه المواطنين جميعا. المواطنين النهارده اصبحوا عندهم الوعي والادراك التام، واصبحوا متحملين المسؤوليه ايضا في الحفاظ على استقرار بلدهم وفي الحفاظ على امن بلدهم، وهم ايضا شركاء في تحقيق منظومه الامن، لان احنا زي ما قلنا وبنقول دايما ان الامن ليس مسؤوليه الشرطه فقط لوحدها، نعم. الامن مسؤوليه الجميع. طيب بالتأكيد سيادة اللواء، يعني هناك دراسة مكثفة ودراسة يعني قوية جدا لكل ما تقوم به جماعة الإخوان من تصريحات ودعوات للحشد. هل بتدرسوا مثل هذه التصريحات وهذه الدعوات، ولا يعني بتقولوا يعني بتاخدوها باستخفاف؟ هي لا، هو يعني ما فيش يعني أجهزة الأمن يعني لا تتعامل مع أي موضوع باستخفاف ولا أي بلاغ ولا أي إخطار يتم يعني النظر فيه ويتم تقديره بحجمه يعني بدون تهوين أو تهويل. إنما المهم هو الحجم أو الدعوات لمين؟ للناس. الناس قلت لحضرتك يعني إحنا أصبحنا متأكدين من إن أصبح عندهم وعي وإدراك كبير ولن يستغلوا مرة أخرى، فهذا هو يعني اللي مطمننا واللي يعني اللي مخلينا عارفين ان يعني ان كل هذه الدعوات من يكون لها اي صدى. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه للعلاقات والاعلام.